السلام عليكم، معكم أستاذ رشيد الطيبي من جامعة محمد الخامس بالرباط بكلية علوم التربية، المنسق للإجازة المهنية التربية ما قبل المدرسية والتكوين المهني. هذه هي الإجازة التي تم خلقها بكلية علوم التربية في العشرية الأخيرة، والتي كان لها الأثر في تكوين مجموعة من المتربيين والمربيات المتخصصات في مجال التعليم ما قبل المدرسي والطفولة الصغرى، والذين أصبحوا يبصمون من خلال تجربتهم ومعارفهم وقدراتهم وكفاياتهم في تجويد الفعل التربوي الموجه للمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بصفة عامة. كلنا يعلم أنه السياق العام الآن بالمغرب فهو سياق إيجابي بالنسبة للنهوض بأوضاع تربية ما قبل المدرسية. أولا، من خلال الهدف هو تعميم التربية ما قبل المدرسية بجميع أنحاء المغرب، ومن جهة أخرى من خلال صدور دليل مرجعي بيداغوجي متميز خاص بالتعليم ما قبل المدرسي، والذي يعتبر قاطر وموجه للتدخلات التربوية في مجال المؤسسات الموجهة للتعليم ما قبل المدرسي بصفة عامة. بالنسبة لمدة التكوين فهي سنة كاملة مقسمة على شطرين أو فصلين. الفصل الأول يتعلق بالجانب النظري، حيث يتلقى فيه الطالب مجموعة من الدروس والمحاضرات النظرية المتعلقة بالمستجدات الخاصة بالتعليم ما قبل المدرسي، وكذلك الطفولة الصغرى، وكذلك البيداغوجيات التي يتم من خلالها التدخل مع الأطفال. والجانب بالنسبة للفصل الثاني فهو يتعلق بالجانب التطبيقي والعملي، حيث يتلقى الطالب مجموعة من المواد التطبيقية التي تمكنه بطبيعة الحال من التعامل مع الأطفال من هذه الشريحة، وكذلك من خلال إجراء تدريب ميداني بإحدى المؤسسات التعليم ما قبل المدرسي، وكذلك مساهمة بمجموعة من المشاريع التربوية والبحوث في هذا المجال. أما بالنسبة للشروط الولوج إلى الإجازة المهنية وكذلك البر الوثائق المطلوبة، فيمكن الحصول عليها من خلال اطلاعكم على موقع الكلية، وكذلك من خلال زيارتنا بمؤسسة بحيث نتواجد باستمرار من أجل تقديم لكم كل الاستفسارات والتوضيحات اللازمة في هذا المجال. موفقين إن شاء الله، ونأمل أن تكونوا معنا في العام المقبل. السلام عليكم، معكم طالبة أسماء قجو، خريجة كلية علوم التربية تخصص التربية ما قبل المدرسية والتكوين المهني. بالنسبة لهذه الإجازة فهي إجازة اللي أنا ولجت لها عن طموح، وكانوا عندي أكيد دوافع، من بين هذه الدوافع هو كوني محبة وعاشقة الطفولة، كذلك الدافع الثاني اللي هو كوني فاعلة جمعوية بالجمعية المغربية لتربية الشبيبة، الشيء اللي خلاني دائما أنني نفكر ندير واحد الإجازة أو واحد تكوين ليكون أكاديمي مبني على أسس علمية اللي غادي يسمح لي من أنني نتعامل مع الأطفال بشكل علمي أكثر وبشكل أكاديمي أكثر. فهذه كانت مجموعة من الدوافع، ودوافع أخرى أكيد اللي خلاتني أنني نولج لسلك الإجازة بعلوم تربية تخصص تربية ما قبل المدرسية. فيما يخص كذلك الإجازة فهي إجازة تهتم بالطفولة وتهتم بأطفال التعليم الأولي، وتهتم بهذه القضية اللي هي قضية مغربية، قضية الدولة، لأن أي طفل كيف ما كنعرفوا عنده الحق أنه يولج للتعليم الأولي بالسلك العمومي أو بالسلك الخاص إلى سمحت له الظروف. على العموم كل الأطفال لهم الحق في أنهم يقرأوا التعليم الأولي نظرا لأهميته، ونظرا كذلك لأهمية هذه المرحلة هذه في حياة الإنسان وفي حياة رجالات ونساء الغد. فالحمد لله أنا درست بسلك الإجازة، كانت سنة حافلة كيف ما قلت لكم، كانت إجازة في المستوى، تمكنت من أنني نعرف مجموعة من المعارف الجديدة عليا في كل ما يخص الطفولة، في مراحل نموها، فيما يخص النمو النفسي، النمو المعرفي، كانت إجازة تلم بكل ما يخص الطفل والطفولة، مرحلة الطفولة. كذلك كانت إجازة اللي تهتم بخصوصيات وحاجيات الطفل والأطفال بصفة عامة.
الحمد لله هذه الإجازة هي كانت يعني بشرة خير عليا، لأنها مكنتني من أنني نولج الماستر من بعد في كلية علوم التربية، وفتحت لي أفاق أخرى بكليات أخرى بماسترات أخرى. ولكن أنا اختاريت نكمل الدراسة ديالي داخل أسوار كلية علوم التربية. مساء الخير جميعا، معكم الطالب عصام مرزوزي، طالب باحث بسلك الماستر بكلية علوم التربية، وحصل على شهادة الإجازة المهنية مسلك التعليم ما قبل المدرسي والتكوين المهني. هذه الإجازة التي كانت فرصة لتنمية المعارف والقدرات والتعرف على الحقل العلمي والمعرفي لميدان الطفولة الصغرى، وذلك باعتبار أن الطفل هو أساس المجتمع ولبنته الأولى. حقيقة فقد خولت لهذه الإجازة مجموعة من المعارف، سواء العلمية منها أو التطبيقية، وكيفية التعامل مع الطفل خلال مرحلة التعليم ما قبل المدرسي أو التعليم الأولي، وكذا التعرف على سيكولوجية الطفل بطريقة علمية وإجرائية، وذلك من خلال مجموعة من التكوينات والتدارب الميدانية التي تعد مكملا أساسيا للتكوين الأكاديمي في الإجازة المهنية. كما لا تفوتني الفرصة إلى التنويه بكفاءة الأطر التربوية والفريق البيداغوجي الذي يسهر على هذه الإجازة، وذلك لحنكتهم وتجربتهم في ميدان الطفولة الصغرى، ما يساهم في التجويد المستمر للعملية التعليمية التعلمية، وذلك من خلال التحيين المستمر لبرامج التكوين داخل هذه الإجازة. هذا بالإضافة إلى كون أن الآفاق التي تتيحها هذه الإجازة المهنية لا يستهان بها، سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى المهني. فانطلاقا من تجربتي الخاصة، فقد خولت لي هذه الإجازة التمكن من ولوس سلك الماستر ماستر تربية وإدماج الشباب والأطفال في وضعية صعبة بكلية علوم التربية. هذا بالإضافة إلى التمكن من اجتياز مباراة التوظيف العمومية المتعلقة بالطفولة الصغرى، ناهيك عن إمكانية القيام بمشاريع خاصة، أي مشاريع فردية في مجال الطفولة الصغرى، سواء القيام بدور حضانة أو القيام بمؤسسات التعليم الأولي أو القيام بشراكة مع بعض القطاعات لقيام بتكوينات في مجال التعليم الأولي. هذا الأمر الذي يشجع على المبادرة والإبداع والاستقلالية أيضا في العمل. لذلك فمن وجهة نظري أدعو الشباب إلى الولوج إلى سلك الإجازة المهنية باعتبارها باب أساسي للانفتاح على سوق الشغل، وذلك كونها تتيح لك التكوين الأكاديمي من جهة، وتتيح لك أيضا التكوين المهني الذي يخول لك الولوج إلى سوق الشغل من بابه الواسع.